أذهب لغزة. ينضم إلينا من هناك السيد شرحبيل الغريب، الكاتب والمحلل السياسي. سيد شرحبيل، مساء الخير، مرحبا بك معنا على مشارف انقضاء اليوم الثاني لهذا العدوان الإسرائيلي على القطاع. بتصورك كيف تبدو قراءة التقييمات للساعات وربما الأيام المقبلة لهذه العملية العسكرية؟ في تقديري ما زالت المواجهة بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال في بداياتها، وما زالت هناك حصيلة 26 ساعة من العدوان على غزة. واضح أن المؤشر العدوان يتصاعد بشكل تدريجي مع إقدام سلاح الطيران الإسرائيلي من استهداف مباني مدنية لأول مرة، يقابله توسيع لبقعة القصف من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وصلت على مشارف تل أبيب قبل نصف ساعة تقريبا. وبالتالي هذا ليس مهما صحيح، أنه الاحتلال ضرب ضربته الأولى المباغتة واغتال قيادة في سرايا القدس، لكن حقيقة المشهد الإسرائيلي اليوم يعيش حالة من الضبابية، وهناك تساؤلات كثيرة. ماذا بعد هذه الضربة المباغتة؟ ما هي أهداف الحملة؟ استمرار الحملة العسكرية؟ إلى أين يمكن أن تسير الأمور مع قطاع غزة؟ في تقديري من اتخذ قرار المواجهة وهذا العدوان ارتكب خطأ استراتيجي، وكمن يطلق النار على قدمه، لأنه التداعيات السلبية على المشهد الإسرائيلي كبيرة. صحيح أنه الاحتلال حقق هدف تكتيكي في اغتيال مجموعة من سرايا القدس، لكن في تصوري تداعيات هذه الجولة لن تكون سهلة. وقد يبدو ربما المشهد للبعض أنه من يخوض المواجهة هي سرايا القدس، أو أن المواجهة تقتصر على فصيل ذعينه، لكن في حقيقة الأمور هناك حسبة دقيقة ودقيقة جدا لسلوك المقاومة. واضح أنه المقاومة في غزة تسلك سياسة التنقيط عبر استهدافها للأراضي الفلسطينية المحتلة، وربما هذا ستظهر مؤشراته يعني في الوقت القريب. وهنا سيد شرحبيل، بينما تتسع مدايات هذه الصواريخ للفصائل الفلسطينية وتصل نقاطا وأهدافا أبعد، وهذا ما تابعناه خلال الساعات القليلة الماضية، هل ينعكس هذا على خريطة الأطراف الفاعلة على الأرض والنشطة خلال هذه المواجهة العسكرية مع إسرائيل هذه المرة؟ في تقديري نعم، واضح أنه المشهد الميداني في قطاع غزة يسير وفق تكتيكات يعني متفق عليها. هذه التكتيكات واضحة من خلال سلوك القصف المتدحرج للمقاومة الفلسطينية. على الوجهة المقابلة حقيقة هناك في إسرائيل أو داخل الأراضي المحتلة لا يوجد أي معطى حتى اللحظة، وهناك تساؤلات على أعلى المستويات الإسرائيلية إلى أين ستمضي هذه المواجهة. وحقيقة المشهد اليوم ربما يجعلنا نقرأه بشكل شمولي. هناك يعني السماح غدا لأكثر من 3000 مستوطن إسرائيلي سيقتحمون الأقصى. قبل قليل الشرطة الإسرائيلية وافقت لبن غفير باقتحام الأقصى، هذا من شأنه بالتزامن مع بدء الحراك في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وبداية الحراك. هذا كله يعني يضع حقيقة المشهد أمام ربما احتمالية انزلاق إذا ما يعني خرجت صور استفزازية وانتهاك واضح وصارخ للمسجد الأقصى. حدثت اشتباكات هناك، ربما الأوضاع تتدحرج في قطاع غزة في أي لحظة. ما زالت هناك يعني حقيقة ضبابية. إسرائيل لم تحقق إلا الهدف التكتيكي الأول، وهي حقيقة في أزمة وتعيش حالة من التخبط والارتباك. إلى أين ستمضي هذه المواجهة؟ لا أحد يعلم داخل إسرائيل، ولا أحد يعني يستطيع أن يعني يجد إجابة لمثل هذه المعادلات. واضح أنه بعد قليل أعتقد هناك اجتماع للكابينت الإسرائيلي، و يعني هناك تساؤلات كبيرة
هل ستصمد يعني إلى أين ينتهي هذا المسار؟ حقيقة هناك تخوفات إسرائيلية من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية وفي القدس وفي الداخل المحتل، هناك يعني تداعيات اقتصادية وغير اقتصادية كلها ستنعكس وستكون على طاولة الكابينت الإسرائيلي، وهو ويعني بانتظار ما سيفصح عنه نتائج هذا الاجتماع المرتقب. حقيقة في تقديري لا نستطيع القول بأن المواجهة ستنتهي خلال 24 ساعة، واضح أنه ما زالت المسألة في بداياتها في ظل رفض يعني المقاومة ولا سيما حركة الجهاد يعني التجاوب مع الوساطات التي يتم الحديث عنها بين الحين والآخر، وتقول بأنه المواجهة الكلمة للميدان للرد على هذا العدوان. في تقديري عقلية وتركيبة حركة الجهاد الإسلامي أنا أعلمها جيدا، لن توقف بتقديري المواجهة إلا بعد أن ربما تقوم برد يشفي غليلها ويرد على هذه الجرائم الإسرائيلية، وبالتالي هذا يجعل المشهد حقيقة أمام كل السيناريوهات التي تقول بأنه ربما ترشح إلى مواجهة شاملة، وهذا ربما ما لا تريد الفصائل في غزة، وهي تسير في سلوك تكتيكي وتدريجي مدروس ومحكم.